الكتاب هو الصديق الوفي للإنسان، فهو الذي يملأ وحدته ويقوي معرفته، وكذلك أمين على جميع أسراره. اليوم تنظم بلدية الباش لأفلار معرضا للكتاب، وهو الأول من نوعه فيما يعد من طرف المعارض التي تقام ما وراء سور طوبكابي. تابعوا معنا المعرض. في أمسية رمضانية بكبرى المدن التركية إسطنبول، تم افتتاح معرض الكتاب الإسلامي الرمضاني الأول بمدينة إسطنبول، وذلك بمشاركة عدة دور نشر حملت من جديد وقديم مجالات الثقافة الإسلامية والمعارف الكونية الهامة. وقد جاءت هذه المبادرة من طرف بلدية الباش لأفلار. أقمنا معرض الكتاب بمناسبة شهر رمضان الكريم، طبعا بطابع ديني من أجل شهر رمضان، وتوجد كتب ذات مضمون ديني من أجل الأطفال. نحاول بكل جهدنا تحفيز الشعب على عادة القراءة. يمكن الوصول إلى أي معلومة عن طريق الكمبيوتر، لكن القراءة شيء مختلف تماما. يجب أن يأخذ الكتاب ويقرأه. أريد أن أغرس ذلك في ذهنه. الكتاب هو الجليس والصديق الذي لا يقلقك، والرفيق الذي لا يملك، والمستمع الذي لا يؤذيك، والجار الذي لا يستبطئك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق. والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحد طباعك، وبسط لسانك، وجود بيانك، وفخم ألفاظك، وعمر صدرك، وحباك تعظيم الأقوام، ومنحك صداقة الملوك، يطيعك في الليل والنهار، وفي السفر طاعته في الحضر، وهو المعلم الذي إن افتقرت إليه لم يحقرك، وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة، وإن عزلت لم يدع طاعتك، وإن هبت عليك ريح أعدائك لم ينقلب عليك. ومتى كنت متعلقا به ومتصلا منه بأدنى حبل، لم يضرك منه وحشة الوحدة إلى جليس السوء. نحن بسياستنا التحريرية حدثنا الأطفال عن الأشياء الجيدة دوما، لم يكن في سياستنا أم سيئة أو أب سيء، تحدثنا دوما عن الطيبين، كان طيبون دائما الأمثلة التي نعطيها للأطفال. عندما نتحدث عن شخصية سيئة نقول في النهاية إنها سيئة، يعني مثلا عندما تكتب على الورقة كلمة وتمحوها يبقى أثرها على الورقة. ذاكرة الأطفال قوية ونشيطة، نحن دائما نريد الأفضل لأطفالنا. لقد تنكرنا لوصيتنا الأولى ونسينا مجدنا القديم الذي جعل للكتاب قدسية خاصة تليق به. فضلنا قضاء الوقت في أمور أخرى، أهملنا بينما نجد نقيض هذا الأمر في المجتمعات الأخرى وبشكل ملموس. صارت القراءة طقوسا يومية تمارس على الفرد من أولى سنوات عمره، فيشيب على أمر اعتاده وأحبه وشب عليه. تعتبر هذه المعارض ضمن الفعاليات التي تقوم بها جميع البلديات في تركيا، وخاصة بلدية الباش لأفلار، من أجل الرفع من مستوى القراء، خاصة وأنه لوحظ مؤخرا في السنوات القليلة الماضية انخفاض ملحوظ في معدل القراء والمطلعين على الكتب. كانت معكم رشيدة رفتماوي لبرنامج الألوان السبعة التركية، إسطنبول.